قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. يا إخوتي هنا في الجزائر هناك العديد من الشركات الوطنية تسير إلى طريق الهاوية وتسير بطريقة عشوائية من قبل مسؤولين عشوائيين، هذه الحقيقة التي يجب أن نعالجها هنا في الجزائر. من هذه الشركات هناك واحدة الشركة على بالي يكرهها كامل الجزائريين واللي هي شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي بكل بساطة وقعت في المحظور. كيف وقعت في المحظور؟ هذه الشركة يا خوتي تحدت بكل بساطة الشعب الجزائري أو تحدت أيضا الدولة الجزائرية عن طريق واحد المنشور اللي راح نشوفوه كيف راح تفهموا بزاف عفايس باللي انه هنا في الجزائر ما زال هناك العديد من الخونة والعملاء للمصالح الخارجية، وهذا الامر ما لازمش ابدا نسكتوا عليه لانه فيه اهانة للدولة الجزائرية ككل. قبل مشاهدة هذا الفيديو يا خوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك زكارة في كل الحاقدين على كل ما هو جزائري، وما تنساوش في التعليقات يا خوتي ردوا على هذه الشركة ما تخليوا الهوالو خوتي، بهدلوها الشركة هذه لمكفهاش تبهدايل اللي راهو صار الآن فيها راهي مازال تزيد تنشر في كوارث أخرى. المهم إخوتي ندخلوا إلى صلب الموضوع، وأنا أتصفح مواقع التواصل كالعادة يا خوتي كنت ندور حتى طحت في واحد المنشور، هذا المنشور تاع الخطوط الجوية الجزائرية. تصوروا يا إخوتي الكرام أنه عندما قرأت المنشور انصدمت صدمة حياتي يا خوتي، أن تلقى شركة وطنية تتحدى الدولة الجزائرية بشكل علني. هذا المنشور جاء فيه كما راكم تشوفوا في الفيديو فخورة بماضيها المجيد والمزدهر بآثارها الإسبانية المغربية، أكم تسمعوا يا خوتي، قاموا بنسب ولاية جزائرية وتاريخ جزائري إلى إسبانيا ودولة مخزنية لا تملك الشرف أنها تتشبه بالجزائر أو تكون عندها علاقة بالجزائر. نكملوا خوتي، وطابعها الأندلسي تلمسان مدينة الفن والتاريخ الملقبة بلؤلؤة المغرب العربي. برنامج رحلاتنا ما يهمناش هذا الأمر خوتي، أنا الحاجة اللي تهمني في هذا المقال هو أنها قامت بنسب ولاية جزائرية إلى المغرب، دولة خانزة كيما المغرب يتم نسب دولة جزائرية لها. كم تشوفوا يا خوتي وين وصلنا في الوقت وين الجزائر تقوم بقرارات صارمة ضد هذا الكيان، ضد هذه الدولة الجبانة التي تستهدف المدنيين. خطوط الجوية الجزائرية تقوم بالتهليل لها. نعم يا خوتي راكم تشوفوا بعينيكم يا إخوتي الكرام، وهذا الأمر مقصود، صدقوني مقصود 100%. تقولوا لي كيفاه مقصود؟ نقولكم ما زالوا كاين خوانة وعملاء في وسط الشركات الوطنية، أؤكدها وأعيدها، ما زال كاينين الخوانة والعملاء في وسط الشركات الوطنية. شفتوا هذيك السوسة المدسوسة اللي تكلم عليها ذاك شرفي يا خوتي؟ على باله وش راهو يهدر، ماهوش يهدر من فراغ، ما زالوا كاين ناس تريد الإطاحة بمؤسسات الدولة الجزائرية وهما جزائريين، خصوصا أولاد فرنسا، راك نتكلموا عليهم أولاد فرنسا. يعني يا خطوط الجوية الجزائرية ما كفاكمش تبهداي اللي راكم واقعين فيه الآن من فضيحة وراء فضيحة، آخرها فضيحة تلقي موظفة عندكم لرشوة بقيمة 25 مليون من أجل يا خوتي تهريب الذهب إلى الإمارات. ما كفاكمش هذا التبهدايل، راكم تزيدوا الطينة بلة. وخوتي ذاك تشوفوا مليح كيف قاموا بتبديل وإعادة صياغة هذا المقال بعد لحظات، لأن الشعب الجزائري تم
قام بنشر هذه الصورة على كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الغضب الجزائري. قاموا بتغيير صياغة المقال حتى أصبح فخورة بماضيها المجيد والمزدهر تلمسان مدينة الفن والتاريخ الملقبة بلؤلؤة المغرب العربي. أي قامت بكل بساطة بحذف خطائها، باش تفهموا أنه هذه الخطوط تاع الجوية الجزائرية كانت على بالها وش راهي تدير. يجب محاسبة كل المتسببين في هذه الفضيحة. من هذا المنبر نوجه نحن الجزائريون نداء لرئيس الجمهورية ولكل المسؤولين خصوصا الوزارة الوصية من أجل التدخل العاجل في الخطوط الجوية الجزائرية، لأنها راهي تمشي إلا للهاوية، ما شفناش ولا تحسن. ما كفاهاش يا خوتي أنها كلات جيوب الجزائريين، أنها غلات المعيشة على الجزائريين، أنها جعلت التنقل أمرا مستحيلا على الجزائريين. الآن راهي تزيد تلعب لهم بالمورال، راهي تستفز فيهم. نعم خوتي راهي تستفز فينا هكذا بهذه الخرجة، راهي تلعب لنا على المورال. احنا الجزائريين عدنا النيف، كي تخلط لنا في المورال نتأثروا بزاف. وخلات هذه الخطوط الجوية خوتي خلات النشطاء الخانزين تاع المغرب يتكلموا على دولة وعلى شعب ما يلحقولوش إلى يوم الدين، ما توصلونلاش سواء صفاتا أو أفعالا. الشعب الجزائري يبقى خير منكم إلى يوم يبعثون، لأنه احنا في 2022 ما ناش نبوسوا في اليدين. شكون هو الشعب الوحيد اللي مازال يبوس اليدين في هذا العالم الكبير من 7 ملاير إنسان يا خاوتي؟ كاين دولة راهي واقعة في الحدود الغربية للجزائر مازالوا يبوسوا اليدين. خلاو هذو الناس يتكلموا ويستغلوا هذه الخرجة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل إدراجها في التوتر السياسي اللي راهو حاصل بين الجزائر والمغرب. نعم يا خاوتي خلاوهم يستغلوا هذه الخرجة التعيسة من قبل الخطوط الجوية من أجل أنه يتكلموا بأفواههم القذرة على دولة كبيرة عليهم بزاف. فهذا الخطأ لا يغتفر أبدا، وما نسمحوش أبدا بمثل هذه الأخطاء خصوصا في شركات وطنية، في شركات تخص كل الجزائريين. لأنه إذا تكلمنا عن طيران الجزائري أو الجوية الجزائرية اسمها مرتبط بالجزائر، بمعنى أن أي جزائري، أي واحد عنده جنسية جزائرية يملك الحق في هذه الشركة، ويملك الحق في أنه يغير وش يحب في هذه الشركة. احنا حابين نبدلوا المسؤولين الفاسدين في هذه الشركة، حابين نبدلوا النظام تاع هذه الشركة، نظام ولاد العم والنظام تاع المعرفة. على بالنا وش راهو كاين في خطوط الجوية الجزائرية، على بالنا باللي لقاو يا خوتي موظفة عمرها 18 سنة. تصوروا انه 18 سنة موظفة في الخطوط الجوية الجزائرية، من اين لك هذا؟ وش قريتي حتى وليتي موظفة بطريقة مباشرة؟ الناس استنات 10 سنين 15 سنة وما توظفتش، باش تجي واحدة عمرها 18 سنة توظفت يا خوتي؟ ما فهمناش احنا. المهم اخوتي خليونا انتم رايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.